ما الذي يمكن أن يجعل جمهور يونايتد يتفائل في هذه الظروف الصعبة كابتن محمد؟ إنه باع حصة، باع 25%، يمكن الملاك الجداد هيعملوا، هم اللي باعوا، ها؟ الملاك باعوا، آه، فيدي نظرة تفاؤل سواء للاعبين أو للنادي. بس أنا عاوز حاجة أفهمها يا كابتن محمد، بما إنك راجل دارس بيزنس. لا، اللي جنبك ملك البيزنس. لا، بكلمك جد والله، بكلمك بجد، لأن إحنا قدام سيناريو أول مرة نشوفه في كرة القدم، ألا هو بيع الربع الملكية، الربع، ويدي لصاحب ال 25% التورتاية بتاع النادي، أو الحاجة المميزة اللي وصلت للنادي، يبقى 6 مليار باوند قيمته، يدي لصاحب ال 25% إدارة كل حاجة خاصة بكرة القدم في النادي. هل ده صح في البزنس؟ ممكن إذا كان صاحب الماجوريتي أو الجزء الأكبر من الملكية ال 75 أفهم مني في إدارة المؤسسة، راح أعطيه الإدارة حتى لو أنا أملك الجزء الأكبر من الحصة. أشك مع الأمريكان، أي جنسية تانية أديله الأمان. بس إيش السبب اللي يخلي صاحب النسبة الأقل يمتلك إدارة النادي؟ ما أنا بسأل. إلا إذا كان هو مقتنع أنه هو يفهم أفضل منه، أو صاحب، لأن صاحب الملكية 100% غرق النادي، أو صح؟ أو صاحب النسبة الأعلى عاوز يخلص من الصداع، الصداع الناس هيجي عليه، الجمهور عامل ثوره عليه. أنا جبت لكم واحد منكم فيكم يعني. اه، فحاسب يا جيم، يا جيف، يا ركلك، الامريكان مش سهلين. هو وقعت في فخ، هل انت تملك الخبره؟ هو عنده تجربه في نيس، الدوري الفرنسي، الدوري الفرنسي مختلف، الدوري الانجليزي مختلف، الاجواء مختلف، نيس مختلف، اليونايتد مختلف. فهل انا متابع اليونايتد بقالي من ساعه ما الامريكان اشتروا كابتن محمد، هل العقليه بتاع الامريكان دول هيخلوا صاحب ال 25% يدير النادي او يدير اهم حاجه في النادي؟ استحاله، استحاله. انت شايف الامريكان وبيديروا العالم ازاي، فدول يا عمي حاطين لك فخ مميز، خد يا عم الصداع اللي جايبين لنا الدوشه والنتائج السيئه وفي ثوره وعاوزينكم تمشوا، فباعوا حبه البنادول بتاع الصداع باغلى تمن ليها، اللي هو ليه 1.3 مليار باوند. خد يا عم جيف، يا راكليف، ال 25% نخلص من الصداع. حاسب. طيب، هذا تحليل كابتن محمد، لكن في الكثير من الشركات بين قوسين الامريكيه، من يملك الشركه بالكامل او يملك الجزء الاكبر منها جاب منه افضل منه في الاداره وقادها للتحسن. هو يعني عشان نكون متفقين، الامريكان هو يبحث عن الماده، صح؟ يعني لا يهمه سواء كان اصبح هو بطل البريمير ليج او لم يصبح بطل البريمير ليج، هل يملك فريق تاريخ او سيعبث بالتاريخ، هذا ما يهمه، اهم اللي هو الكاش ماني. بس اذا في انجليزي راح يدير نادي بشكل افضل مني انا الامريكي طبعا مالك النادي، ليش لا؟ لا انا معك، خاصه ان الجمهور كارهني. هو الموضوعين، انتم قاعدين، انتم على فكره انتم متوازيين، يعني كلام الكابتن محمد وكلامك، انت تنطر له نظره عشان هو درس بزنس، يمكن انا لا بس هو حاط سوء النيه. لا بس هي هو حاط سوء النيه. لا زي ما قال الكابتن انه بس سوء النيه، بس انها فيها فلوس، فهي ما تعتبر سوء نيه قد ما هو كلامك. لا صح، لا هو انا اللي هدك، هو حكم على الملاك كابتن ياسر. لا اصدقني، هو حكم على جليزرز انه جايبين انجليزي تمويه وعاطينا الاداره وهم لا غير كذا، ترى يمكن الانكم قل، فنظروا لها نظره بزنس، يعني انه احنا الانكم حق فريقنا جماهيريه، ممكن المبيعات، التيكت، ممكن نظره انه الدخل بدا يكون اقل، فالاسباب انه خسائر الفريق يعني او وضع طبيعي الايراد ينزل مع نتائج النادي وخروجه من الشامبيونز ليج وخروجه يمكن من الشامبيونز ليج السنه المقبله. فهذه نظره اذا كان حينظر لها من نظره بزنس، يعني ف راح يبحث عن إدارة جديدة تتمسك أو تتحكم في تدير هذا الجزء اللي هو ممكن تحسن النتائج وترفع القيمة يا كابتن وتحسن الإيرادات. يا كابتن ياسر، أنا مشارك الكابتن محمد من سوء حظ. مين الأمريكي مين اللي بيدير؟ مع أننا 50-50، مين اللي بيدير؟ هو صاحب الأقلية. أنت الأقلية، هو عندنا سبيكر الأمريكان يا عمي. أنت صداع، فكرت صداع. أيوة، الحاجة اللوجيكا يا كابتن ياسر، صاحب النسبة الأعلى هو اللي يدير طبعا، بس انه في نفس الوقت فأنت هو يا كابتن محمد ال 25% هتفهمني انه هو اللي هيدير النادي. انا ما اعرف، انا معاك 50-50 يا عم، بكلمك ما وصلت ل 75 لسه. طيب ماشي، بكلمك بأمانة والله. لا مش قاعدة،
على فكره بعض الشركات تجيب واحد اصلا ما يملك ولا 1% في الشركه ويدير اذا كان افضل في الاداره. وقصد الكابتن محمد اللي جرت العاده انه دائما صاحب النسبه الاكبر حتى 51 49 لنسبه الاداره، ولكن في نفس الوقت يا كابتن انه ممكن بما اني انا صاحب النسبه الاكبر فانا املك القرار في من هو اللي يعني يدير او يسير الامور، فانا اخترتك انت كذلك كشريك ولكنك تبقى تحت. طيب اذا جاء المالك الجديد وحسن من نتائج النادي ومن قرارات النادي وجاب لعيبه افضل وكل شيء تحسن في النادي، ايش راح يقول كابتن عن الملاك الوقت ما بين نجحوا في القرار يا عمي ونجحوا في ادخال شريك هو هذا اقل قام بتغيير وتطوير نادي الافضل، وهذا ممكن السيناريو صح ولا لا؟ هنا انت تقدر تحكم على الموضوع تماما اذا كانوا يعني مشكله حكم وخلص يا كابتن، مثل ما حكم على تشيلسي الان حكم على مانشستر يونايتد لا وبكره يحكم على فريق ثالث، هذا احنا انا في احيانا زي ما قلت لك التفاصيل التفاصيل في حاجه غير طبيعيه يا كابتن محمد والله العظيم في حاجة غير طبيعية، المعلن انه خد 25% وهيديروا ادارة كل حاجة خاصة بكرة القدم سواء بقى اكاديميات فريق اول فريق شباب. بس على فكرة هذا منطقي بين انجليزي وامريكي منو افضل يدير بريمير ليج؟ انجليزي الاثنين زفت ولد البلد يا راجل اقعد يا راجل ده مبوظين العالم ما تخليش بقى لا تدخل شيء في شيء لا كلامنا كورة كلامنا كورة لا ما كلامنا خلينا كورة الامريكان مبوظين العالم يا كابتن محمد ده بره الكوره وفي الكوره بعد وفي كل حاجه هم كشف خلاص سواء امريكا بريطانيا المانيا كله خلينا في مانشستر يونايتد يا عم خلينا ايه بس ما نقدرش ننسى احنا في كل حته غزه في كل حته ها القدس لنا احنا مش ناسيين حد في غزه الناس بتبعت رسائل كتير قوي تقول انت نسيتونا لا لا ما نسينا غزه احنا ما نسيناكوش احنا لا نملك الا الدعاء والكلام عنكم في غيرنا جماعة لا سمح الله هم اللي يملكوا الأمر إنما إحنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى يكون في صفكم وينصركم إن شاء الله أنتوا شرف الأمة أنتوا فوق رأسنا فإحنا مش ناسيينكم أنتوا خليتوا الواحد يحلم إنه يصلي في الأقصى كنت دايما أقول للأجيال اللي ورانا أنتوا خليتونا نحلم إن شاء الله اللي إحنا نروح نصلي في المسجد الأقصى والله والله أنتوا شرف وإحنا بندعي لكم ما بنسكوش خرجنا بره النص انما زي ما بقول لك الامريكان مبوظين كل حاجه طيب الامريكان رايحين مع الظلم فانتوا حاسبوا فالامريكان احنا لا احنا خلاص الجيل كشفكم امريكان بريطانيا المانيا كله ايه كشفته اصبر بقى على الجيل اللي جاي والاجيال اللي جايه هتشوفوا الاجيال الملتزمه بقيمها وعقيدتها وايمانها الصح مش الايمان اللي انتوا عايزينه تفصيل التفصيل لا احنا فاهمين ديننا كويس صح وعقيدتنا صح وبناء على العقيده والدين احنا بنتصرف ولا نتقي الا وجه الله والاخلاص انتوا فوق راسنا وانتوا شرف الامه وربنا سبحانه وتعالى يكون في عونكم وربنا يصبركم امين امين نعود الى الدوري الانجليزي الممتاز لكره القدم الى اولد ترافورد الذي يستعد لاستقبال اخر مباريات البوكسينج دي رغم الغيابات اللي اتكلم عليها كابتن ياسر سواء كاش او كامارا انما هو فريق منظم يا كابتن محمد فريق الروبوتات طبعا كازاميرو اصابه من الاصابات المؤثره بالنسبه للفريق واللاعبين اصحاب الخبره بالنسبه للفريق انما مشكله اليونايتد يا كابتن محمد بقى له اربع مباريات في كل البطولات ما بيسجلش اربع مباريات يا كابتن محمد فريق اليونايتد وخط هجوم اليونايتد ما سجلش ولا هدف انا مش عارف انتوا بتتمرنوا على ايه العيال ما بتعملوا تقسيمات في التمرين بتجيبوا اهداف اربع مباريات اربع مباريات يا كابتن محمد خد بقى ارقام ثلاثي المقدمه جراناتشو وان اسيست وان جول بس وان جول جميل هويلاند جول هويلاند زيرو اسيست زيرو اهداف اهدافه في الشامبيونز ليج بس راشفورد تو هدفين ايوه وان اسيست كابتن محمد واتكنز بقى عنده كام جول عنده 9 اهداف الاكس جي بتاعه 10 فمشكله اليونايتد هجوميا هل هجوميا النهارده عندهم المزاج ان هم يسجلوا اهداف هنشوف فريق مارتينيز في حراسه المرمى كونزا وكارلوس والانجلي ودين رباعي خط الدفاع بيلعبوا خط دفاع متقدم اكتر خط دفاع بيعمل مصادد التسلل متفاهمين قوي مع بعض قدامهم دوغلاس لويز ودندونكر اللي بيعوض كامارا ممكن الاثنين بادوار متوازنه اكتر الاثنين هيبقوا ثابتين قدام الثلاثه في حاله البيلد اب كونسا وكارلوس والانجلي ويدوا حريه لوكاس دي ناحيه الشمال رامزي وماجين وبايلي وواتكنز رباعي دايما متحركين بايلي ناحيه اليمين ورامزي ناحيه الشمال بين الخطوط بيتصرفوا كويس مع واتكنز كمحطه اساسيه بالنسبه لفريق استون فيلا تنهج على الرغم من نتائج الفريق
رغم الصيام التهديفي في آخر أربع مباريات يبدو مدعوما، وتبدو الجماهير تجدد فيه الثقة من أجل أن يقدم مانشستر يونايتد مباراة كبيرة يمكن أن تغير من نتائج الفريق وكذلك ربما من مستقبل هذا الموسم بالنسبة لمان يونايتد. شكرا كابتن ياسر، شكرا كابتن محمد. إلى أولد ترافورد، تابع معكم هذه المباراة المنتظرة. كان يمكن ليونايتد فعلا أن يستفيد من هذا الدفاع المتقدم، لكن الخلاصة أن أستون فيلا نجح في تطبيق مصيدة التسلل 6 مرات رسمية، يمكن 8 ولا 9 لم يصفر فيها الحكم. يعني هو شوط أول ناجح، أراد أستون فيلا هذا السيناريو وخرج بما أراد. هو مصيدة التسلل أحسن فرقة بتقدمها في الدوري الإنجليزي محمد أستون فيلا بالأرقام. إنما محتاجة إيه؟ محتاجة ربط ما بين المهاجمين ولاعيبة وسط الملعب. ادي واحده. اثنين، برونو، كل ما كان برونو وإيريكسن تحت في نص الملعب والتمريرات من يمر الكره الطويله صح والتمريرات المتقنه هتلاقي الفريق بيوصل. فكل ما كانت التمريرات سواء من المدافعين او لعيبه وسط الملعب مع مصيده التسلل وانطلاقات لعيبه الوسط الملعب بيخلق فرص. اخطر الكرات كانت من صناعه اما برونو او إيريكسن، حتى ونانا صح، وبيخلق فرص. محمد هنا ايفنز على طول كور الطويله سواء لجراناتشو او في بعض الاحيان برونو، لازم تمركز بس صح والكنترول يبقى صح. انما الاربعه المهاجمين بيلعبوا بدون ثقه، بيلعبوا بدون ثقه، الثقه هربانه يا كابتن محمد. كل واحد من الثلاثه يحتاج لهدف. اربع مباريات ونص اهو الفريق لم يسجل اهداف، فتحس ان المهاجمين بيوصلوا وبيتحركوا انما ما عندهمش الثقه وما عندهمش الكنترول الجيد في بعض الاحيان. فانا اشوف ان الفريق بيوصل على فكره هجوميا ويستطيع ان يسجل، محتاج بس تركيز واللعيبه تسجل. لو سجلت ممكن شكل يبقى مغير. فعشان كده مصيده التسلل استون فيلا اكتر فريق بيقول لك عمل مصيده التسلل في الدوري الممتاز. الاربعه مدافعين يا محمد سراع ومتفاهمين وبيطلعوا على مصيده التسلل صح. فانا اشوف ان الامور دي من الامور الجيده. الكرات الثابته بقى للشغل الهجوميه، انا مش عاجبني اونانا يا كابتن محمد في الكرات الثابته، بتحس انه مهزوز. مهزوز، لازم يبقى اشجع من كده. مرتين امام جالاتا سراي في الشامبيونز ليج نفسها، هي رد فعله بطيء في نفس الوقت، عينيه على الكوره او عينيه على المدافعين او المهاجمين بتوع الخصم، مش ما فيهاش تركيز، سهل يشتتون انتباهها في الكره الثانيه، ما بيخرجش كده زي الوحش انه يخرج ياخد الكرات العرضيه او تحركه افضل بالنسبه للفريق. فانا اشوف ان التفاصيل لاستون فيلا في اول 45 دقيقه هي اللي خلته متقدم 2-0، كورتين ثابتتين، هدفين، مصيده التسلل اللي لازم يبقى فيه تركيز اكتر للاعيبه اليونايتد من لاعيبه وسط الملعب والمهاجمين اللي يربطوا مع بعض عشان يضربوا مصيده التسلل. انا اذا تسمح لي محمد، مشكلتي في مصيده التسلل كباتن، ان مصيده التسلل من اهم شروطها انه اللاعب اللي يملك الكره يكون عليه ضغط. ليكم ابرز احصائيات الشوط الاول في هذه المباراه الذي انتهى بتقدم امري على تينهاك. أستون فيلا على يونايتد هدفين دون مقابل مع تقارب كثير وكبير في معظم الأرقام، لكن أبرز كان وقوع لاعبي يونايتد في التسلل في أمر حدث في 6 مرات، وأصبح يونايتد أكثر الأندية وقوعا في التسلل ب 49 مرة هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر في البريمير ليج. ماذا ننتظر الشوط الثاني بعد أن شاهدنا ما حدث خاصة على مستوى التسللات الكثيرة في الشوط الأول محمد؟ أنا أشوف أن ممكن يتغير في اليونايتد محمد. هنا بس قبل ما نتكلم، هنا راشفورد، الناس تقول لك راشفورد كان وحش، لا كان يتحرك تمام، تحركاته ممتازه، بس التمرير بتاع لعيبه وسط الملعب او المدافعين متاخر. هو بيتحرك كويس قوي في مجال اللي انت تلعب له التمرير، فياخد ورا المدافعين، هنا المساحه فاضيه حط له، لا لازم يالف ايفنز ويوقع في مصيده التسلل. فانا اشوف التحركات دي لازم يبقى فيها كتير من الشوط الثاني. الناحيه الثانيه انا اشوف ان هويلاند بره الجيم، فهات راشفورد راس حربة وهات انتوني ناحيه اليمين وهات جراناتشو ناحيه الشمال. انما راشفورد بيتحرك كويس قوي، الكره ما بتوصلوش، فدي لازم تتحرك من الناحيه الهجوميه وتركيز اكتر في وسط الملعب وتركيز اكتر في الكرات الثابته الدفاعيه. كابتن ياسر اتفق تماما مع كابتن محمد، راشفورد مهاجم 100%. شكرا كابتن ياسر. كابتن محمد مره اخرى الى عصام. الشوط الثاني سينام أخيرا سعيدا بانتصار مهم على فريق أستون فيلا بعد أن حرم يونايتد فيلا من صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة قدم بعودة مذهلة من خلال تسجيل 3 أهداف رائعة في الشوط الثاني من هذه المباراة، ليسجل هويلاند أخيرا بعد صيام طويل
واحدة من أهم أهداف هذا الموسم لفريق مانشستر يونايتد. الفرحة بتاعته محمد تعبر عن الضغوط اللي حواليه، وده وضع طبيعي إن المهاجم بتاع اليونايتد بعد 19 مباراة ما يسجلش إلا هدف واحد في الدوري، فده وضع طبيعي بالنسبة للفريق. شوط تاني مانشستر يونايتد افتكر إنه مانشستر يونايتد، رغم إن الشوط الأول الفريق كان كويس ما كانش وحش، إنما كان الأخطاء الدفاعية وخاصة في عملية الكرات الثابتة سجل منها هدفين أستون فيلا، وأضاع مانشستر يونايتد العديد من الفرص في أول 45 دقيقة. الشوط الثاني إيه اللي اتغير؟ الشوط الثاني اتغير الضغط بتاع لعيبة وسط الملعب، بقى أشرس وبقوا أسرع في عملية نقل الكرة للثلث الهجوم وبدون أنانية. راشفورد اللي قدم أحسن مبارياته في الفترة الأخيرة مع جراناتشو التكملة المميزة في بداية الشوط الثاني بالنسبة للفريق، وهنا على طول التحولات السريعة المميزة، كثافة عددية بأربع خمس لاعبين موجودين أو ست لاعبين موجودين، خطأ في عملية التمركز وبعد طول ديفليكشن غيرت اتجاهها لمارتينيز وهدف 2-2. كانت عودة مميزة بالنسبة للفريق من حيث الرغبة، من حيث السرعة، من حيث التنظيم، من حيث الشراسة، وهنا برضو الكرات الثابتة توقع صح وفينش أصح في وضعية صعبة في زاوية صعبة. هو توقعها محمد كويس، وردة فعله لما توقعها بقت أسرع وحطها في زاوية صعبة على مارتينيز، فلعل وعسى تكون الرومونتادا دي بداية انطلاق لليونايتد، لأن الفريق كان يحتاج لمكسب كبير على فرقة كبيرة. نتكلم على أستون فيلا اللي كان قبل هذه المباراة كان في الترتيب الثاني، وبين الشوطين كان في المركز الأول مع ليفربول نفس النقاط مع أهداف أقل، تراجع الآن للمرتبة الثالثة ب 39 نقطة، وارتقى يونايتد إلى المرتبة السادسة ب 31 نقطة بفارق 11 نقطة عن متصدر الترتيب وبفارق 5 نقاط عن منطقة الشامبيونز ليج، على الرغم من أنه موسم سيء حتى الآن ومشاكل كثير، يعني يستطيع أن يعوض ما فات. أستون فيلا كابتن محمد كسب في 5 أيام، كسب السيتي وكسب أرسنال أحسن فرق الدوري. النهارده زي ما قلت لك اليونايتد شيزوفرينيا فنيه، مره تلاقيه وحش يخسر من بورموس على ملعبه 3 ويكسب استون فيلا اللي بيقدم احسن مستويات ليه هذا الموسم يكسبه على ملعبه بعد كان متاخر في النتيجه 2-0. فلعل وعسى زي ما قلت لك تكون المباراه دي بدايه الانطلاقه لتنهاج مانشستر يونايتد. اللي عجبني اكتر يا محمد ردود الافعال، لان زي ما قلت لك قبل كده في الدريسنج روم الناس الصحافه الانجليزيه كانت تقول لك هذا الرجل فقد الدريسنج روم، فقد العديد من اللاعبين وعمل مشاكل مع اللاعبين. الشوط الثاني يقول لك لا عكس كده 2-0، لو حد تاني وعاوز يمشي الحكم يمشي المدرب يستسلمه، انما لا في رغبه وفي في روح نوعا ما، بجانب اللي انا قلت لك التغييرات اللي خاصه في الشراسه وفي التعامل مع الضغط وخاصه لعيبه وسط الملعب بدون كره بقى اشرس بكره بقى اسرع للثلث الهجومي والقرارات الاخيره في الثلث الهجومي بالنسبه للفريق. راشفورد انا المستوى الشخصي ممتازه عدم تسجيل، عمل سبرنتات كتير قوي بدون كوره. ماينو برده من احد اللعيبه الشابه الصاعدين الموجودين، برده كان عمل خطا في وست هام، انما المباراه دي كانت مباراه مميزه. هويلاند طبعا بعد تسجيله الهدف الاول بالنسبه له في هذا الموسم في الدوري، فاعتقد ان الفريق زي ما قلت لك ممكن لعل وعسى تكون البدايه الانطلاقه ليه. التشكيله يا كابتن محمد اللي نهى بيها مانشستر يونايتد حوالي 50% من اللعيبه من اكاديميه النادي، ودي تحسب برضو رغم الاصابات والغيابات، تحسب للمدرب انه برضو رغم الغيابات والاصابات بيدي الحريه لبعض اللعيبه الموجودين في الاكاديميه عن نباع لجور في بعض الاحيان، فدي تحسب له. فانا اشوف ان التوليفه دي والظروف الصعبه والاصابات والغيابات وخسران 2-0 في اول شوط وبعد كده ترجع للنتيجه تحسب ليه وتحسب للمدرب وايضا تحسب للعناصر الخبره الموجوده في الفريق. وزي ما قلت لك لعل وعسى تكون هذه البدايه الحقيقيه، كل مباراه يكسبوها نقول البدايه بدايه، انما دي المفروض تكسب فرقه كبيره من فرقه من احسن الفرق اللي في هذا الموسم استون فيلا ومخسران 2-0 وترجع، ممكن لعل وعسى تكون هذه بداية الانطلاقة الحقيقية لهذا الفريق. تعالوا نذكركم ببعض اللقطات التي تكررت كثيرا في هذه المباراة، واللقطات كانت تعود لرجل يرتدي نظارات، هو رجل موجود الآن في منتصف هذه الصورة وهو ممثل أحد ملاك الجدد السيد أو السير جيم راتكليف. هذا الرجل اسمه ديف بريلسفورد، وهو أحد
الممثلين في مجلس الإدارة الجديد من المالك الجديد أو أحد ملاك الجديد، وهو يأتي من خلفية رياضية لكن متخصصة أكثر في الدراجات الهوائية، هذا هو الرجل المقصود، صاحب تجربة طويلة لأكثر من 20 سنة في إدارة الأندية على مستوى الدراجات الهوائية، ثم أيضا بتجربة سابقة في كرة القدم مع فريق نيس الفرنسي لكرة القدم، هو أحد رجالات المالك الجديد لفريق مانشستر يونايتد سيد جيم راتكليف، الذي تحصل على نسبة 25% من ملكية مانشستر يونايتد بشرائه لهذه الحصة من أسرة غليزرز الأمريكية التي لا زالت تمتلك الحصة الأكبر في النادي. أمور كثيرة إيجابية في هذه المباراة لمانشستر يونايتد، خاصة الشوط الثاني وخاصة التوقيت الحساس لمانشستر يونايتد، ليس فقط في هذا الموسم لكن ربما من السنوات القليلة الماضية على مستوى الظروف الصعبة التي مر بها النادي. ريمونتادا صراحة أكثر من رائعة لفريق يعني يستحق، للأمانة يستحق الأفضل من ذلك. إيجابيات لآخر مباريات هذا اليوم وفوز صعب حققه يونايتد على فيلا. ريمونتادا رغم تقدم أستون فيلا بهدف ماجين بالهدف الأول، بعد كده الهدف الثاني برضو من ضربة ركنية دونكر حطها بمهارة كبيرة، وإلا أن المانشستر يونايتد زي ما قلت لك يا كابتن محمد افتكر أنه مانشستر يونايتد في الشوط الثاني. برونو عملية الضغط، بعد كده التمرير السريع لراشفورد اللي عملها بالعرض لجراناتشو تكملة مميزة في بداية أول ربع ساعة من الشوط الثاني، قدر الفريق بعد كده يقدر يسيطر ويبقى أسرع في التلت الهجومي بالنسبة للفريق مع المساندة العددية وأيضا الزيادة العددية ومتابعة بتاع جراناتشو ديفليكشن غيرت اتجاهها 2-2. بعد كده هدف الفوز لهويلاند بمهارة كبيرة وتوقع مميز وثلاث نقاط مهمة وريمونتادا أهم بأداء كبير وخاصة في الشوط الثاني لمانشستر يونايتد. هي يمكن أن يعود أستون فيلا للتقدم مرة أخرى. لو تسجل هذا الهدف كان ممكن يعني يحبط مانشستر كثيرا. هذا هدف محقق 100%. نعم 100%، وهو التركيز ترى التركيز اللي كان عليه المدافعين اللي كان يفقده مدافعين مانشستر في المباريات السابقة تواجد اليوم إيفانز كلية. وفاران ثنائي ممتاز. نعم. كان رغم ابتعادهم كثيرا عن المباريات يعني لا يملكون الرتم مثل اللاعبين المصابين، فيعني مباراة أكثر من رائعة يستحق فيها الفوز مانشستر، وأنا أعتقد أنه لعنة الريمونتادا لا زالت تطارد وتلاحق إمري. غريب أن الفريق اللي صمد 180 دقيقة وأكثر أمام أرسنال والسيتي دون أن يسجل في مرمى استقبل 3 أهداف من فريق مانشستر يونايتد اللي اتفقنا بأن أرقامه على المستوى الهجومي كانت ضعيفة جدا قبل هذه المباراة.